ماذا يحدث من علامات عند اقتراب الاجل؟ قبل ان نسرد هذه العلامات، اود ان اقول لك ان الله عز وجل وضع هذه العلامات لتذكرك في كل مناسبه بقضيه الموت، كلها علامات عامه يمكن ان تصيب اي انسان ولا يموت، ليذكرك بالموت. العلامه الاولى الضعف العام، الوهن. يعني مثلا يصعب عليك أن تقوم بأعمال بسيطة لا تستطيع أن تؤدي عملا بسيطا اعتياديا كنت تؤديه كل يوم وهن وهن عام في الجسم هذا الوهن أخي الحبيب هو أحد علامات اقتراب الموت ولكن هذا الوهن قد يصيبك في أي لحظة من دون أن تموت ولكن يجب أن تتذكر لحظة الموت لأن هذه العلامات ستعيشها جميعا قبيل الموت فاذا ما اصابك اي ضعف عام شعرت بنفسك انك عاجز عن تحقيق حتى يعني اشياء بسيطه ان تتناول كاس ماء يجب ان تتذكر الموت فتتوب وتسارع الى الله وتدعو الله عز وجل ان يرزقك الموت على الاسلام ان يتوفاك الله على دين الاسلام، العلامه الثانيه اضطرابات في النوم يعني الذي يقترب أجله تحدث لديه اضطرابات في الهرمونات المسؤولة عن النوم فتجد أنه يعاني من صعوبة في النوم أحيانا ينام كثيرا هذه الاضطرابات أيضا قد تصيب أي واحد منا في أي مرحلة من حياته دون أن يموت فهي علامة تذكرك بالموت قضية الثالثة اضطرابات في الشهية للطعام يعني تجد ان الذي يشرف على الموت قد يكون قبل يوم او يومين او ثلاثه او قبل ساعات تقريبا يفقد الشهيه للطعام، هذا مؤشر قوي انه يستقبل حياه البرزخ وبالتالي فقدان الشهيه يصيب الانسان عندما يمرض الانسان اذا مرض مرضا شديدا في الوضع الطبيعي يفقد شهيته للطعام، عندما تفقد هذه الشهيه يجب ان تتذكر ان هذه احدى علامات الموت. فاثناء المرض الانسان يجب ان يتذكر الموت، يتذكر لقاء الله، يسارع للتكفير عن اعماله السيئه، يسارع للعمل الصالح. القضيه الرابعه اخي الحبيب الهذيان يشعر الانسان وكانه سكران سبحان الله وهنا طبعا لدينا ايه في القران مميزه جدا في سوره قاف الله تعالى يقول وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لماذا سميت سكره؟ لان اعراضها تشبه اعراض السكر. تجد جفاف في الحلق، حتى البصر يزيغ احيانا، تجد ان لديك اعراض تشبه السحر، غير متوازن، وهذا الامر يمكن ان يصيب كل واحد منا في الوضع الطبيعي احيانا تمر لديه لحظات هكذا. فيجب ان يذكرك ايضا بالموت. قضيه الخامسه قضيه التنفس لان كميه الاكسجين تصبح اقل التي يستطيع الجسم ان يتفاعل معها ويمكن ان يحدث تثاؤب كثير قبيل الموت يتنفس الانسان بشكل ابطا قد يتوقف التنفس تماما ثم يعود اضطرابات في عمليه التنفس هذه هذا مؤشر خطير ايضا للموت إذا صادف لابد أن تصادفه ذات يوم لأننا كلنا سنموت، تذكر أن الموت قريب فسارع للتوبة إلى الله عز وجل. القضية السادسة أيها الأحبة درجة الحرارة، لأن الإنسان في الوضع الطبيعي لديه درجة حرارة 37 درجة مئوية تقريباً فهذه الدرجة تنخفض تدريجياً قبيل الموت، لأن الجسد لم يعد قادراً على القيام بالعمليات الحيوية التي كان يقوم بها. أحيانا الأطراف تتورم، يعني هناك مشاكل غير طبيعية، علامات غير طبيعية يشعر بها الإنسان، لذلك بعض الناس يشعر باقتراب أجله. سبحان الله، خلال هذه العلامات وغيرها طبعا. القضية السابعة انخفاض ضغط الدم بشكل شديد، تجد أن هناك مشاكل في دقات القلب، إرهاق، تعب، ينخفض ضغط الدم، لماذا؟ لأن القلب لم يعد قادرا على ضخ الكميه الكافيه من الدم. طيب انخفاض ضغط الدم قد يصيب اي واحد منا في ظروف طبيعيه، يذهب للمشفى ياخذ علاج الى اخره. يجب ان يذكرك ايضا بالموت لانك ستعاني منه لان الضغط سينخفض حتى الصفر قبيل الموت. يتوقف القلب عن الضخ، يتوقف الدماغ، الانسان يموت. وبالتالي هذا مؤشر. القضيه الثامنه اضطرابات في القلب. تجد ان دقات القلب غير منتظمه او او تتباطا والانسان يستطيع ان يشعر بدنو اجله على فكره وقد يكون هذا الامر فرصه له ان يتوب الى الله يعني دائما الانسان الذي في دماغه في عقيدته في اعماقه الخوف من الله موجود الخوف من العذاب موجود الاحساس بالذنب والندم موجود فعندما يصيب قلبه مثل هذه المشكله اضطرابات شديده ياتيه احساس يشعر باقتراب الاجل فيتوب الى الله بينما الكافر الغافل عن العاصي يشعر بدنو اجله فيسارع لزياده المعاصي يسارع لزياده اكل حقوق الناس لان الاخره ليست في دماغه لقاء الله لا يفكر به ابدا هو يفكر انه سيعيش هذه الدنيا ثم سيذهب ويتحول إلى تراب. القضية التاسعة، الارتباك الذهني، صعوبة التركيز، صعوبة التفكير حتى. يعني قد تسأله سؤال طبيعي لا يرد عليك، يجيبك جواب آخر الذي يحتضر يعني. وبالتالي نحن أيضا هذه العلامة تصيب كل واحد منا في لحظات من حياته. يجب أن تذكرك بالموت. القضية الأخيرة والعاشرة. بسبب مشاكل الدوره الدمويه اخي الحبيب وعدم قدره القلب على ضخ كميه كافيه من الدم يتحول احيانا الجلد الى لون ازرق او البشره تصبح شاحبه صفراء، علامه من علامات الموت، لذلك اقول اخيرا هذه العلامات اخي الحبيب يجب ان نتعرف عليها لاننا سنمر بها يعني شئنا ام ابينا يجب ان ناخذ احتياطاتنا الموت ستقابله لابد منه، ولكن القضية المهمة ما بعد الموت، ماذا سأفعل بعد الموت؟ إذا التوبة إلى الله، الإكثار من العمل الصالح، التسامح والعفو، صلة الرحم، أعمال البر كثيرة جدا، العمل الصالح، أن نتدبر القرآن، أن نتقرب من الله أكثر، لأنك أنت على موعد مع لقاء الله بعد الموت، على موعد للقاء الملائكة. رسل الله ياتون اليك لحظه الموت لاتمام عمليه الوفاه فهنا طبعا انت يجب ان تكون فرح مسرور بلقاء ملائكه الله سبحانه وتعالى يجب ان تكون فرح باعمالك الصالحه بدلا من ان تقول يا ليتني قدمت لحياتي تجد امامك العذاب لا انا اريدك اخي الحبيب ان تتذكر الموت كل يوم وتستعد له في كل لحظه لان الموت عندما ياتي سيكون مصدر سعاده بالنسبه لك، لماذا؟ لان الموت حقيقه بالنسبه للمؤمن الصالح الذي عمل على لقاء الله دائما وكان يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. الموت بالنسبه له هو نهايه الاحزان، نهايه الامراض، نهايه المشاكل، نهايه الخوف، نهايه الحزن. ستبدا مرحلة جديدة أنت في كنف الله، لا خوف، لا أذى، لا ظلم، لا مرض، لا منغصات، لا اكتئاب، لا مشاكل، لا هموم، لا خوف وبالتالي هي لحظات فرح يعيشها المؤمن وحبيبكم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ملك الموت وخيره أن يعيش ما يشاء اختار لقاء الله فكان يقول بل الرفيق الأعلى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً لقاءه وهو راض عنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق